ويعني ما يمكن قوله كخلاصة أن الجزائر كما أشار السيد يعني وزير الخارجية المطلع مامرة، يعني الكلمة المعبرة على القمة العربية بالجزائر أنها نجحت نجاحا باهرا، وهذا بشهادة جميع المتتبعين وبالقادة العرب وبوسائل الإعلام التي حضرت وغطت هذه القمة. كذلك الجزائر نجحت نجاحا باهرا في توفير يعني الإطار اللوجستي والإطار التنظيمي من يعني، وهذا يعني بشهادة يعني مختلف يعني وسائل الإعلام الدولية التي حضرت إلى الجزائر، ففيه يعني تنظيم. ويعني الشيء كذلك المهم اللي هو أن الجزائر رفعت تحدي وأنها نظمت قمة عربية بدون ورق، قمة رقمية، وهذا يضاف إلى رصيد الجزائر في مسألة يعني التحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التحكم في مسألة التحول الرقمي. فكل هذه الجوانب إذا يعني ما أخذناها يعني جملة نستطيع القول أن الجزائر الآن أصبحت قادرة على يعني تنظيم هذه الفعاليات الكبرى، سواء على مستوى الرياضي او على مستوى المؤتمرات الدوليه او القمم. ف يعني الرصيد اللي الان تجمع عند الجزائر كدوله وكاطارات وكنخب وك يعني قادره ان الجزائر ان تكون في مصاف الدول التي بامكانها احتضان حتى يعني قمم ومؤتمرات دوليه من اعلى مستوى. وكلمه اخيره نقول بان نجاح القمه العربيه هو نجاح ليس في يومين التي انعقدت فيها القمة العربية، بل نجاح في الرؤية وفي التخطيط لها وفي الحرص من طرف السيد رئيس الجمهورية شخصيا على إنجاح هذه القمة من خلال الترتيبات التي كانت قبل القمة والاتصال بالقادة العرب والترتيبات اللوجستية. فالشكر موصول أولا للسيد رئيس الجمهورية الذي حرص حرصا شخصيا على إنجاح هذه القمة، وإلى كافة المتدخلين والفاعلين والأطراف التي حضرت ويعني عملت على إنجاح هذه القمة، وحتى على مستوى يعني الهيكل الإداري أو الإطارات التابعة لجامعة الدول العربية اللي